Aslema. Ça va? Super. Dictation est à Ikhraj, c'est une compétition officielle, donc il y a eu deux projections. L'histoire se passe la veille de la révolution, le 14 janvier, et c'est presque un hôpital psychiatrique. Il y a des mouardines, des abides. Les abides qui ont dit qu'ils ont des problèmes avec le nidam, ils ont des problèmes. Ce n'est pas vraiment des gens mourza ou mouhabla, mais radicaux. يحكي على ثورة معناها أو باراليل الثورة قاعدة تصير لبرا والثورة اللي تصير لداخل في وسط الباسيو هذيك خاطر فما برشا سامبوليك في الفيلم مثلا الغول نتاعي أنا سي لو سامبول دو تونس تونس اللي اغتصبوها تونس اللي تبكشت ما عادش تتكلم لين تترشق ومعناها مش تنطق معناها ولدك اللي عشناه 23 سنة بتاع سكيت ومن بعد فما أنا كنت مأمنة لها ثورة مي سانسيرمون ماهيش ثورة معناها توا افيك دو ركول جو بونس كو سيتي بلوس ان سوليمون بولير ماسكي معناها بوادر نتاع ثورة فما انتفاضة ركبوا عليها كيما صارت في العالم العربي الكل معناها كيما صايرة في سوريا كيما صايرت في ليبيا كيما اللي قاعد يصير اليوم الكل معناها أكبر برشا من اللي احنا شفناه هكا من الأول بك ليموسيون والفرحة ومعناها السرقة نتاع بن علي قاعدين نشوفوا فيها اليوم بلي تعداو في الحكومات الكل ما فما حد شيء تبدل يمكن اليوم هكا العبيد تتكلم وتلمون تكلموا اللي يقولوا نفخت كوا ساعات فما برشا تبالبيز معناها ولكن تحسوا الفيلم اللي خرج خمس سنين بعد الثورة ما مازال باكتواليتي اليوم وي معناتها حاجة تشوفوا تصير في وقت بن علي زاد تصير اليوم كيف 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 الريزاتور هذاك شحال يوصل ما نعرفش خاطر هو كاتب سيناريو عنده مده معناها كتبوا انا كي خديته قبل الثوره معناها ديجا مكتوب من بعد بتكو هو حس الحكايه باش تصير يا يو دي بيتي شانجمون في وسط السيناريو بين السيناريو الاول والثاني مي صغار على الاخر دونك الثوره باش تصير اون باراليل لبرا والداخل هي اول حاجه نقرا السيناريو نشوف اسكو لو رول نجم يعطيني حاجه بلوس ولا لا اسكو سو رول لا نجم انا نترشق فيه يعني نخرج فيه حاجات جيم با لي رول اللي يشبولي بالكل نحب ديما نلعب حاجات ديفيرونت اي دايور دون لو فيلم ما تعقلنيش بالكل معناها نخوف في البروجيكسيون ضحكت خاطر فيكو كنا مع البوبليك كانوا قاعدين قدامي دي جون نسمع فيهم يحكيو وانا جوست وراهم ما عقلونيش من بعد وانا خارجه هكا يتعاركوا يوشوشوا بشويه اي برشا برشا يقولوا معناها نسمع فيهم طفله تقول له هي والطفل يقول لها لا مش هي من بعد سالوني انت اللي مثلت حربوشه قلت لهم اي دونك العباد تشوف هكا لا سوربريز نتاع لو شونجمون فيزيك اللي صار خاطر جينيرالمون في تونس يجي يقول لك باغ اكزومبل انت مكان ولا محليك ولا حليلتك لا ما تنجمش تعمل مانيك وديبرسيف ولا لا انت وجهك ما يعطيش ولا عندنا المشكله هذه تما يحطوك في يحطوك في صندوق هذيك مثل بوليس يقعد يمثل حيطه كامله بوليس هذيك مثل ديما عندنا المشكله هذيك معناها حتى في كاستينغ كي تمشي ما ينجمش يتخيل اسكو انت تنجم تتبدل ما تتبدلش مازلنا بعاد شويه في الحكايه هذيا برشا افلام سنين معناها رفضت في العوام هذو اللي تعداو ما خدمتش برشا خاطر عندي ثلاثة سنين ملي رجعت نقرا جو مسوي روتيغي بو ميو فواغ باش نعرف روحي فين شنو نحب نمشي وشنو نحب نعمل معناها المفاليه كي الطون داغي هذاك باش نعاود نخمم وننظم افكاري واختياراتي قلت لك في الشوا سي توجور لو سيناريو ومن بعد المخرج خاطر جينيرالمون نشوف هي راهي داخله على طرحك معناها كانك باش تقمر ما تعرفش شنو ينجم يعطي خاطر في تونس كيما قلت مازلنا بعد شويه معناها انا مغرومه بتاركوفسكي ولينش معناها كان باش نجيو في الكومباريزون مازلنا بعد برشا نحكيو على دو زونيفير ياسر بعد على بعض j'avais un coach donc في الجستوال il y a eu deux trois séquences où on a kiffé en langage des sourds muets
جافي ان جروب نتاع دي سورموي اصحابي معني قعدت معاهم مشيت شفتهم كيفاش يتصرفوا كيفاش يحكيوا خاطرهم كي يحكيوا باغ اكزومبل يعملوا يخرجوا صوت مي مش كلام افيك لي جيست نتاعهم اي اي صعيب اللي كي تمثل ما تتكلمش اصعب من اللي تتكلم خاطر وقتها لازمك فريمون سي ان ترافاي انتيريور باش توصل ليموشن واللي انت تحب تقول عليه. مرست ما خدمت معاه فاطمه كيف كيف خدمت معاه بن سعيدين كجادور نسلم عليها ياسر نحبها جمال مدني كيف كيف سانامي وخدمت معاه معناها لي زاكتور اللي عندهم الادوار الرئيسيه خدمت معاهم قبل فما دي زاكتور جاوا جدد معناها في اللي فما خطفوا فيكو فما برشا مهبله دونك فما برشا جاوا صغار من المسرح ولا خدموا اول مره ومحلاهم خرجوا حاجه من الزين. الفيلم prévu pour janvier, je pense le 7 janvier, شخرج في les salles de cinéma. الفيلم هذاك تصور وقت فريمون الحرب في سوريا نذاكر كي جو تكلمني العبيد قالوا لي مهبولة باش تمشي تصور سوريا قلت لهم وي باش نمشي لسوريا ومشيت لسوريا وصورنا وغاديك قالوا لي انت بطلة باش تجي من بلادك اللي هنا تصور خاطر هما فما جماعة من سوريا وما حبوش يطلعوا يصوروا خاطر صوروا في حلب وصورنا في طرطوس اللي هي معناها تسخونة شوية خاطر لي نافيغ نتاع لي روس الكل محطوطين غاديك وسيتي اسي شو نذكر ان نهار تهبط في المطار وقتها امريكا معدبش تضرب سوريا كمان ستي معناها كانت مغامرة كبيرة لي انا و ستي اون اكسبيريونس انتنس فيها برشا عاش كيف نعبر انك تكون تونسي في سوريا في الوقت هذاك وتتفرج في الاخبار مع السوريين وتعدى في الاخبار انهم توانسة قتلوا سوريين وكل شيء وتشوف العباد هذوكم ما تبدلوش معاك وديما يحبوك وانت تقول لهم بالحق ساعات نبكي معناها تنحشم عرفت تحس بوجيعه وما تجيش تعمل حتى شيء لعباد هذوكم اللي انت ابخي تو انا تونسيه في بلاد امهم والتونسيين قاعدين يعملوا في حاجات خايبه في سوريا يقتلوا معناها في داعش وفي القيادين نتاعهم برشا توانسه ويا يو بوكو دو ما فماش واحد في التورناج ما عندوش عبد تخطف ولا عبد تقتل على يد تونسي غادي كمان دونك قوين ياسر توانسه اللي غادي كمان هما عاش كيف سميهم امير المؤمنين نتاعهم ديجا فما طفل تخطف وسايبوه على خاطر بطاقه تعريفه فيها مسلم هما غادي يكتبوا هو لاجئ فلسطيني في سوريا وذبحوا الاخر خاطره علوي معناها سي قعدت غادي 15 يوم خاطر كان لازم نرجع لتونس باش نصور دونك لي سيكونس نتاعي الكل صورناهم في 15 يوم هذوكم ما خرجتش من الاوتيل اللي صورت فيه معناها خاطر انا مشيت تونس بيروت مشيت على الكهرباء معناها بعثوا لي هما اون فواتور ومعاهم ميليتير وكل شيء دخلت لسوريا بت في دمشق ومن دمشق خذيت الطريق وفي الطريق غادي تشوف برشا حاجات معناها يخوفوا تشوف الاثار نتاع الحرب تشوف عباد مشردة تشوف ما دخلتش البلايص فيهم عرك معناها ديريكت مي جوست شفت بنيات مكسرين معناها مهدومين بومباردي ولا حاجه كيما هكا احنا انا ما صورتش انا صورت في معناها في طرطوس كانوا لوتيل اللي نسكنوا فيه عاملين ديكور انستالي دونك انا صورت غادي كالحقيقه اما هما صوروا في بلايس سيتي اسي ريسكي معناها على دي باراج وكل شيء. الفيلم التوج والحكايه اللي تضحك دونك قلت لك كيما قلت لك ما خذاوش فاهم خرطاج سينمائيه كلامني جوت قال لي راهو الفيلم اي تي بري اون ايجيبت فرحت انا قلت مبروك كل شيء. الحكايه اللي تضحك اللي حد لمشي البروجيكسيون خاطر جود وزاره الخارجيه المصريه منعته انه يجي للمهرجان والمهرجان تاع القاهره الى توفي باش يجيبو ما نجمش يجي دونك سولافه فخرج اللي كانت غاديك قالت لي انا ما يجيش المخرج تاع الفيلم دونك ما نمشيش فينالمون ما مشي حتى حد ما حضر حتى حد اي لو فيلم ا يو لو برومي بري اي سا سي اي اي هو جود كتب جواب بعثو فما شكون قرا سور بلاس معناها خاطر بالحق خدم في مصر وعلاقته بمصر اللي اسي
فيها برشا ايموشن برشا برشا حب دونك بالحق وجدت وانه ما نجمش نمشي للبلاد اللي هو في وقت من الاوقات وقت اللي ما نجمش نصور في سوريا مصر حلت البيبان وقتلوا اجا صور دونك سي بلوس بوليتيك خاطر جود جو بونس كو بو ان اكس ميليتير تبع النظام وهو vu que il est tout le temps produit par المؤسسه العامه للسينما اللي هي وزاره الثقافه نتاعهم دونك ما نعرفش شنو صار بالحق اما شور مشاكل سياسيه اللي خليتهم ما يخليوش يمشي هو الفيلم خرج يا كلكو جوغ في سوريا ما لغزمان نجمش نمشي هنا خاطر سايبه شويه توا اي لي سال كلهم معبين كيف في مصر لي بروجيكسيون اللي صاروا معبين العبيد اللي شفت الفيلم في مصر قالوا لي الفيلم بكينا انا مازلت ما شفتوش بعد عندك عبيد في مصر تفرجت الفيلم عطاو دورا بوشوشا ايتي مامبر دو جوري بريزيدون دو لا جوري وشفت الفيلم دونك انا سالتها قلت لها كي شفتني قالت لي راهو الفيلم بكاني معناها اي موا سانسيرمون ان تيمونياج دو دورا بوشوشا جو لو بران كيما هو كان دور ما يمسكش كان دور ما يعبرش عليك خاطر هو الاكتور ولا الفنان اون جينيرال يحمل كلمه يحمل موقف سينو اكوا سا سير معناها يمكن فنان عنده اكثر فيزيبيليتي يسمو يتعدى في التلفزه يتعدى في الاذاعات شنو دونك لازم يكون حامل الموقف موقف ذاتي وموقف حامل الموقف تاع العباد الاخرين اللي هي ما تنجمش تعبر دونك انت تعبر في البلاصه نتاعها سي سا اتر اكتور سي افوار لا شانس دو رونتري دون لا بو دي بيرسون اي تدخل في شخصيات ماهمش انت وتتقمصهم وتعيشهم وترجع من بعد انت معناها سي با ايفيدون pourquoi pas انا ضد على لوا دي 52 على خاطر sincèrement برشا شباب برشا صغار قاعدين يتوقفوا يتحطوا في الحبوسات اذا لي فما 8000 مسجون على حكايه كيما هكا الوغ كو انا نقول الشخص هذا ما ضركش انت حتى كان فما مضره يذور في روحه انا كيف حتى كان باش نحكيوا على المضره يظهر لي المضره نتاع سيجار وزطلة بيان كو انا ما نكيفش بالحق معناها مش ما نقول هكا معناها خايفه مي ما عنديش مشكله مع بيد اخرين يتكيفوا هذه داخله في الحريه الشخصيه بالنسبه لي انا كان باش نحكيوا على المضره نجموا نحكيوا لو على المضره نتاع الكول اللي هما كيف معناها حتى الكول يضروا اليوم العباد تشرب يظهر لي فما 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 عباد صغار يدخلوا للحبس وبعد بلتان نيميرو 3 ما عادش نجم يكمل قرايته وما عادش نجم يخدم معناها سي بالحق انا لا لوا 52 اي لا لوا 230 معناها انا سبيت اخر مره كي حطيت بانو تاع تصويره على خاطر قلت لازم تيح لا لوا هذه اي سي تي بور المروين هذاك الوليد اللي انا ما نعرفوش ما نعرفش ممكن حتى وجهه اما جو بونس كو عبد يعديوه على تيست انال دوفون العبيد اللي حاضرين والبوليسيه يا با دو بلو جو مليون كو سا معناها هذه تعدي على الحرمه نتاع العبد معناها بين صحه الكونفنسيون دي دووا دو بيان سور من اول البلدان احنا اللي صحتي راهو انا يذولي في تونس اليوم نقول نتحمل مسؤوليتي لي كونفنسيون نتاع لي دووا دو لوم حبر على ورق معناها حتى هما ساعات الرابطه باش يهبطوا كومونيكي في حكايه تحسهم يقيسوا شنو اللي يجيو معاه وشنو اللي ما يجيوش معاه سي اسي غاف السينما تخدم اكثر على راحتك يا بلوس دو بروفوندور تلب زي ماكينه حتى السينما ديما نخبه معينه معناها ما يلفيس با ان بوبليك كبير خاطر تلفزة اي عبد يجم يحل تلفزة ويتفرج سينما انت تقص تسكرة وتدخل وقبل ما تدخل تبدا عندك فكرة على الفيلم شنو توجهه نتاعو شنو فيه شنو ما فيهش فهمت دونك انا نرتاح اكثر في السينما حتى لي كونديسيون تاع الخدمه في السينما ارتاح في السينما تصور دو سين بار جور في التلفزه تصور 17 16 سي با فاسيل حتى على كاليتي بيان كو تاو في العامين يمكن يتعدي وهذوما شفنا محاولات في التلفزه ماهمش خايبين معناها قاعدين نخرجوا ماكل كان يصير من في التلفزه معناها نخرجوا من رديئه نمشيو انا مش نقول بيان ولا تري بون نقول ماشيين للمتوسط وقاعدين نقربوا للحسن برشا فيلم
فما ميلانكوليا، فما أنتيكريست، فما ننسى يعني. تلمو برشا ننسيهم عرفت، لازمني هكا نركز باش نعاود نعطيك دي تيتر. في كل قاعد يصير توا في تونس وحك راسك ولي مكان بنيت ما عندها حتى منسوراسيون، يا ميم دي بروستيتوي يخدموا في الليل وبعد تجي مكان، معناها ليماج قاعده تتسود نتاع مكان، بيان كو فما بنات محلاهم وبنات عائله وصغار. معناها اليوم نحبت اني نجبد روحي من الماكينه، نجم نكون ضايفه في ديفيلي نتاع ستيليست مثلا من اصحابي ولا عبد عزيز عليا، نمشي جوست نلبس ولا هو في ايفينمون كبير وكا يس. بار كونتر جي يو دي بروبوزيسيون اني انا جو فورم دي في pour devenir mannequin. Et ça, معناها vis-à-vis de moi, c'est intéressant. على خاطر بالنسبة لي أنا مانكان مش طفلة تلبس ميش سانتر، مش طفلة تلبس حوايج وتخرج تعمل مشي وجاي. بالنسبة لي سي ان سافوار فيفر، كيفاش تتكلم، كيفاش تتعامل، تفهم شنو معناها خدمتك، تفهم شنو معناها تجي في الواقع. فما برشا حاجات فاهمينهم بالغلط. اليوم طفلة تجي تخدم ديفيلي من غدوة تحط تخدم توب موديل على الفيسبوك وتولي كاينها. ديما نحب بنات عاقلين، نحب بنات قارين، نحب بنات نظاف، بنات عائله، الانواع الاخرين ما نحبهمش. نقول يجي يتفرج في ديكتاشوت لو 7 جانفي، واللي عنده فرصه في سوريا يمشي يتفرج في الفيلم السوري ان شاء الله حتى اللي يجي لتونس. ان شاء الله تونس تتبدل، خاطر تونس قاعده تمشي وتغرق معناها، والعبيد قاعدين يمشوا ويغرقوا وقاعدين نبعدوا على اللي بيه الفايده، ولهين كان في القشور وفي الحاجات الفارغه معناها. تحس اليوم اللي فما برشا عنف وبرشا كره في التوانسه، اي سا سي اسي غراف معناها. ان شاء الله نتعدي وهذا. ميرسي ميرسي ابو.